اهلا وسهلا مدام، تفضلي. دكتور دخيل، ايش رايك؟ ارجوكي ارجوكي لا تعيطيليش دكتور، عيطيلي عبده. لك اشو متواضع مدام؟ ايش عندك؟ جوزي. جوزك؟ عن يخونك؟ انا قلت هيك، جاي لعندك مشخش بي اذا عم بيخوني او لا. ضل مظبوط عم بيخوني. مدام 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 طولي بالك، مش هذا قصدي. انا كل قصدي انه عن اسالك، هل يا ترى عن يخونك او لا؟ ما بعرف، جاي اسالك. طيب اي ساعه بيقوم على الشغل؟ 6 الصبح. اي ساعه بيسرب؟ نايم بعد نص ليل. بيجي وبينام دغري؟ عوج وطب. طيب الصبح بس يقوم ايش بيقول لك؟ بيقول لي اعملي لي ترويقه. وبعدين بعمل له ترويقه، ايش عاولك عم بيخوني؟ يمكن ايه ويمكن لا. ليش بده يخوني؟ بعمل له اطيب ترويقه. عندكم 4 اولاد؟ مزبوط. الكبير رابع سنه ترمينال. مزبوط. تاني سنه بكالوريا. صحيح. التالت سنه بروفي. مزبوط. الرابع ترك المدرسه. ولك مزبوط، كيف عرفت يا بيي؟ اشك قوي. بس نرجع لموضوعنا، جوزي عم بيخوني او لا؟ اهلا مسيو. ايه فاذا الساعه 4 رح يكون موعدك مع الدكتور. يلا مدام. مدام الكشفية. حل عمي. افتتاحية مباركة. عبدو شو قلت لها للمرة؟ يا خي سألتني إذا جوزة عم بيخونا إيه أو لا. وأكيد أنت قلت لها إيه. إيه إيه؟ تفضل، راحت بدون ما تدفع. قلك قلب الدفاعة أنت التاني. لك يا عبدو تاني مرة كذب شوي، خليها تاخد غير موعد. بودي إيش عن تحكي؟ لك ايه يا عبدو، ما هيك تمشي هيدي المصلحه. بتقلها مثلا غلي له شعراته بشياته، حطي له شقفه من قميصته بطبخاته، وهو ونايم مثلا حطي له بن على اجري، وما يكون طحنه كامله، نص طحنه نص على نص مع هيل بلا هيل. كذب لك شوي بودي. ما ايه؟ اتفقنا ما بدنا نضحك على العيلام. عبدو الناس هي عم تضحك على حالها، ما زال عم بيجوا لعندك. بودي طيب ما انا صرت محتار، يا بدي الا لا وكذب، يا بدي الا ايه وتبلش بالتفحيش. لا إلا إيه وتبلش بالتفحيش وتفل بلا ما تدفع. بودي بعد كلمة ببطل بدي. ها لا يا عبدو، لا يا حبيبي، ليش أنت بتفكر هيك؟ أنا بدي مصلحتك، بدي إياك تمشي مزبوط بهالمصلحة. هلا أنت ما تكذب بس قول الحقيقة على مراحل، مش الدغري هيك خبط لزق. معك حق. افتح الباب. وين سليمي؟ فحشت وراحت. كيف؟ ايش عملتوا لمرت ابن عمتي؟ شوف ابن عمتك شو عمل بمرته. طيب هلا طمني، مش الحال؟ يعني في شوية مواعيد. ابودي وعدتني نتعشى سوا وبعدك ما نفذت الوعد. اهلين، ما تكون جاي تتعشى هون الليلة؟ ايش مش انت وعدتني؟ معلم انيس بترابيت جنيني ورا شجرة الاكدني. راجع. عملي معروف تفاعيلي هلا، بركي انت ونازلي ما كانت رايقه معك. الدفع سلف؟ سلف. اي ساعة دوري؟ هلا الدكتور عنده موعد، بس يخلص تطلعي انت. الو؟ عيادة الدكتور العالم عبدو، نعم؟ بحبها كثير وعم بعمل مستحيل كرمالها. تخنقت انا واهلي، تركت شغلي وبعدت عن اصحابي كرمالها. اوقات بحسها بتحبني، اوقات لا. شو قولك عم تستغلني؟ لك بدي اسألك، حضرتك مرتاح يعني معك مصاري؟ ايه الحمد لله. اش معك سيارة؟ سيارتي ما في مثل الا 3 بلبنان، حقها 90,000 دولار. خلص فهمت عليك. وين قاعد؟ قاعد بفيلا مع اهلي بالحمرة كنت، واهلي ما بدهم ياني احكي معك، تخنقت انا وياهن ونقلت على الشاليه. شو قولك عم تستغلني؟ والله أبعرف ايش بدي اقلك. كيف ما بتعرف انا لشو جاي لعندك؟ بدي اعرف اذا بتحبني او لا. طب بتعرف ايش؟ غلي لها شعريتها بشيتها. نعم. وبعدين جيب شقفه قماش من تيابها
واحرقها وكبهم على شعريتها. ما عم بفهم. بالليل هي نايمة جيب بان كبهم على اجريها، مطحون نص طحنة مع هيل او بدون هيل، كيف بتحبوا هي يعملوا. لا يا خيي خلص، نسي قلت لك يا نسي نسي. الله يخليك دخيلك، بدي اعرف بدي اطلع بنتيجة اذا بتحبني او لا، اذا برجع لها او لا. دفعت له البودي انت طالع؟ ايه نعم. طيب عم تستغلك. كيف عرفتي حضرتك مدام؟ من الاعلام بالجريدة. ايه طيب طيب، لكن موعدك بكرة الساعة 2 بعد الظهر. يا هلا يا هلا. نحل دفع سلف. تفضل